كرة في الخط الجانبي تماس لصالح فريق المغرب الفاسي. التنفيذ من عمر النبساوي في مطارق السكتيوي جوزيف زينباور، والأنظار أنظار المدربين معا لما يحدث على مستوى رقعة الميدان. كرة في الخط الأمامي، محاولة لبناء العملية الهجومية مباشرة، هذه الكرة إلى خارج الخط الجانبي الملعب. دقيقة من الوقت الإضافي، مرت نلعب آخر دقيقة على نهاية تفاصيل المواجهة في الشوط الأول. كرة في تماس، عمر نمساوي يستعد لتنفيذه. عمر نمساوي كيطلب من اللاعبين ديال فريق المغرب الفاسي أنهم يدخلوا داخل منطقة الجزاء، يبحث عن تمريرة مطولة داخل منطقة الجزاء. هذا كما فعل جوسين، يحاول يرجع يري. كرة للرجلان من يسري، ضيعة تصويبة من جانب بوريكا محسن، ومباشرة إلى خارج الخط الجنوبي الملعب. تماس لصالح فريق المغرب الفاسي. عمر النمساوي، عماد الرياحي، رجع الكرة ديالو عند هرماش. هرماش مراوغة جيدة، هرماش بعد المهارات هذه كيحاول ما أمكن أنه يربح المساحة، وفي نفس الوقت أنه يشوف لاعب فارغ اللي بإمكانه أنه يعطيه الكرة. كرة للمغرب الفاسي أمامية، رجعت مرة أخرى بهذا الشكل، ومباشرة قبل ذلك كنا تصافرة من الحكم إدارة على أنه هنالك سقوط على أرضية الملعب إسماعيل مقدم. إذن جولة أولى، جولة أولى تميزت بالندية، تميزت أيضا ببعض المحاولات السريعة للتسجيل. وفي هذه اللحظات يعلن الحكم ذكر الرداد على نهاية تفاصيل الشوط الأول. النتيجة معروفة، صفر مقابل صفر بين الطرفين في لقاء كنقول بأنه كان مستوى لا بأس بين الفريقين معنا اللذان حتى من أجل تسجيل الأهداف. إذن نتيجة صفر مقابل صفر بها ننهي تفاصيل الشوط الأول في انتظار الجولة التالية، ونتمنى أنها أيضا جولة تعرف لما لا أهداف في مباراة اليوم. هذه إذن الإحصائيات، بأودعكم مشاهدي الكرام، محمد العدالي يحييكم، ألقاكم مع انطلاقات الشوط الثاني من هذه المباراة.
عدنا من جديد مشاهدينا الكرام في كل مكان لاستئناف التعليق على تفاصيل الشوط الثاني من عمر هذه المقابلة التي تجمع بين فريق الرجاء الرياضي وفريق المغرب الرياضي الفاسي. مقابلة عن الجولة الثالثة، انتهت تفاصيل جولتها الأولى بالنتيجة المعروفة 0-0. في انتظار الشوط الثاني نتمنى أن يكون متحركا، أن يكون فرجويا، وأيضا أن نشاهد محاولات من جانب الطرفين سانحة للتسجيل والوصول للشباك لملعب. هذا جانب من الحضور الجماهيري الذي يؤتت مدرجات الملعب الكبير هنا بمدينة فاس، الجمهور الذي لن يكون في المدرجات ومساندة فريقه في هذه المقابلة. إذن ننترقب انطلاقة الشوط الثاني من عمر هذا اللقاء، ترقب أيضا متابعة محاولات سريحة للتسجيل وسيناريوهات ربما تكون أفضل من الجولة الثانية، وبالتالي كل أمور نتمنى أن نشوفها في الشوط الثاني. في الوقت اللي الأنظار غادي تلجأ أيضا المهاجمين ديال الطرفين معا، حراس المرمى أذنوا على دخول جيدة في المباراة من خلال تخدير جيد لمجموعة من الكرات. الآن الانتظارات من الشوط الثاني كيف ستتسم الأمور، خاصة وأن مدرب الفريقين معا أخذ فكرة وأخذ نبذة من تفاصيل هذه المواجهة في الشوط الأول. فالانتظارات الآن للشوط الثاني من هذه المباراة. نذكر بأنه كانت هناك مشاركات خارجية للعديد من الأندية الوطنية اللي كنتمنوا لها كامل التوفيق على مستوى المشاركات ديالها، يعني اخرها فريق الوداد الرياضي امام مضيفو فريق حفيا كوناكري الغيني، هدف لمثله. ايضا تابعنا فريق الجيش الملكي والصراع ديالو اللي كان يوم امس مع النجم الساحلي في مقابله 1-0 في انتظار التعويض جانب عناصر فريق الجيش الملكي. كلها يعني مباريات مهمه في الوقت اللي كنشوفوا هنا. اذا عناصر فريق المغرب الفاسي وايضا عناصر فريق الرجاء الرياضي دخلت لقعه الميدان طموحها من اجل خوض جوله ثانيه من عمر هذه المباراه، ونتمنوا بكامل التوفيق للطرفين في اعطاء فرجه واعطاء ايضا حضور قوي وجيد بالنسبه للشوط الثاني من عمر هذه المباراه. الجولة الثانية بهذا الدعم الجماهيري الذي يزداد مع مرور الوقت، فغادي نتابعوا كيفاش غادي تكون الجولة الثانية. الآن كاين تزايد الأعداد ديال الجماهير التي تتابع الشوط أو التي ستتابع الشوط الثاني من عمر هذه المباراة. إذا ننتظر الصافرة ديال الحكم ذكي رداد والدخول في الجولة الثانية. هل هنالك تغييرات؟ لانه حسب ما يبدو نفس الملامح نفس الاسماء. ايمن حسين والانطلاقه في الشوط الثاني من الجوله الثانيه من هذه المباراه، كره لصالح فريق الرجاء الرياضي، البدايه من الجهه اليمنى عن طريق اللاعب محمد بوكسود، كيرجع الكره من خلال اللاعب محمد كعازي كيلعب على الجهه اليسرى، بناء العمليه الهجوميه. مكعازي عنده الكره كيختار المترابطات الصغيره مع زريده، رجعت مكعازي، مكعازي كينطلق بالكره ديالو للجهه اليمنى بولكسوت، بناء المحاوله مع نوفل الزرهوني، مترابطات من الجهه اليمنى، عمليه ديال الانسلال، بحث عن التمريره داخل منطقه الجزاء او الاختراق اخر المطاف، كتضيع كره، تمريره راسيه وهنالك الاستلام بالعمري، شهادت الكره الخلف، كره من الوردي، محاولة هجومية من جهة اليسرى من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي اليمنى من فريق المغرب الفاسي، تمريرة داخل منطقة الجزاء وقراءة سليمة من جانب الحارس صلاح الدين شهاب اللي تمكن من إيقاف الكرة الماضية. كرة أمامية بوريغا يلعب الكرة مع هيثم عينة، هيثم يحافظ على الكرة ديالو واختارها في اتجاه هرماش، هرماش أشرف في خط الوسط يرجع لعمر نمساوي، نمساوي الجهة اليمنى بناء العملية الهجومية من جانب فريق المغرب الفاسي، تحضير الآن البحث عن الحلول، عمر نمساوي كيهدأ الكرة كيرجع للخلف، جيراري أكردوم هنا علي هرماش أو جيراري نعم يستلم، يستلم جيراري يرجع على أكردوم، أكردوم
انطلاقه هجوميه الان في الخط الامامي، كره اماميه ولكن هنالك تغطيه من شعيب عراسي. رجعت لهيثم عينا هرمش، تحضير على مستوى خط الوسط من جهه فريق المغرب الفاسي، مترابطات صغيره وقت اللي جماهير تساند في المدرجات. هذه كره محاوله في اتجاه جوسينيري، تمريره داخل منطقه الجزاء كترجع مره اخرى من جانب فريق المغرب الفاسي، سقوط داخل منطقه الجزاء، الحكم يقول وصل اللعب تعود لصالح فريق رجاء رياضي عن طريق نوفل زروني، ولكن كانت هاتم عينا انطلاقه الجهه اليمنى، محاوله ديال اختراق داخل منطقه الجزاء، تمريره ومباشره الى خارج خط الخلفي الملعب، زاويه يقول الحكم لصالح فريق المغرب الفاسي. ولاحظوا هنا الطريقه ديال الانزال، هنا سقوط اللاعب محسن بوريكا، جوج ديال لاعبين فريق المغرب الفاسي في محاوله لحيازه الكره، شي اللي جمع له سقوط الماضي. اذا كره للمغرب الفاسي الجهه اليسرى، سيتم تنفيذ هذه الكره للحارس انس الزنيتي، رفع الكره داخل منطقه الجزاء، تنفاذ راسيه الزنيتي ينقذ الموقف. أنس زنيتي ينقذ الموقف لأنه كانت محاولة سريحة للتهديف. لاحظوا هنا الارتقاء وكانت الرأسية ديال اللاعب محسن بوريكا، لاحظوا هنا الانطلاقة الرأسية ديال محسن بوريكا، وأنس زنيتي ينقذ الموقف ويحول الكرة مباشرة إلى الزاوية، هذه المرة الزاوية الجهة اليمنى للحارس. هذا محسن بوريكا لعب الكرة برأسية كانت جيدة وتعامل معها بشكل جيد. كرة تنفذ من جانب جيراري راسية، ولكن جوسيري كرة ديالو مشات مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. إذا كيبقى السيناريو على حاله، نتيجة على حالها 0-0. جوزيف زيمباور وهو يراقب ما يحدث على مستوى رقعة الميدان، تعليمات المدرب كيف ستكون على مستوى رقعة الملعب في الوقت اللي كنشوفوا كرة مباشرة الخط الجنبي، تماس لصالح فريق الرجاء الرياضي. كاين ضغط مع انطلاقات الجولة الثانية من عناصر فريق المغرب الفاسي على معترف فريق الرجاء الرياضي، نفس السيناريو اللي شفناه مع بداية الشوط الأول من عمر هذه المقابلة، حيث كان هنالك ضغط من المغرب الفاسي مع البداية ديال المباراة. الرجاء الرياضي امتص حماس فريق المغرب الفاسي وبعد ذلك بحث عن الحلول على مستوى الخط الهجومي. كره هذه المره الجهه اليسرى، الانطلاقه الهجوميه والاستعانه في بناء العمليه الهجوميه من جانب زكريا نسيك، كره مباشره للمغرب الفاسي بن هرباش، ييري عمليه هجوميه للمغرب الفاسي ضائعه تصنع عن زريده، انطلاقه في خط الوسط، تغيير كلي في اتجاه ايمن حسين، حسين يحاول المرار، رجعت مره اخرى لتكون من جانب عناصر فريق الرجاء، انطلاقه الهجوميه الرجويه بهذه الكيفيه تعود للمغرب الفاسي. عراسي مكعاسي، جماهير تتفاعل مع مباراه اليوم وتشجيع منقطع، يعني ممكن نقول متواصل من جانب عناصر او جماهير فريق المغرب الفاسي. كره اماميه، محاوله الان بهذا الشكل، بحث عن تمرير، اختيار نوفل زروني من الجهه اليسرى، محاوله هجوميه للرجاء الرياضي داخل منطقه الجزاء، تمريره داخل منطقه الجزاء الان راسيه من نسيك، ابعاد الخطوره تعود مره اخرى للرجاء الرياضي. استثمار الكرة الجانبية الآن من نوفل الزرعوني، محاولة الدخول أمام عمر النمساوي، نوفل الزرعوني صويبة ومباشرة الحكم كيقول ضربة مرمى لصالح فريق المغرب الفاسي. اختراق من الجهة اليسرى، الدخول داخل منطقة الجزاء، لاحظوا هنا الطريقة اللي جات من خلالها الكرة كانت عملية هجومية، محاولة خطأ الأمامي. ضربة مرمى، طارق السكتوبي يتابع يرصد ما يحدث، يريد أن يستفيد من مباراة اليوم، البحث عن ثاني انتصار، البحث عن النقطة السابعة، المشوار يستمر ويتواصل نفس الأمر بالنسبة للرجاء الرياضي من جوزيف
زين باور الذي يرصد ما يحدث في الوقت اللي الجماهير متابع هنا المدرجات متابعة من الجماهير جماهير المغرب الفاسي التي تحاول تشجيع فريقها لبذل مجهود أكبر ولاستثمار العمليات الهجومية الطريقة المثلى. كرة إذن من جانب فريق المغرب الفاسي من الجهة اليمنى رباش عملية التمرير لاعب لاحظنا أنه متحرر في مباراة اليوم يلعب بهدوء تمريرة جانبية للاعب ناسيك ناسيك يستلم يستلم يلعب هذه الكرة لجوستين يري يري بالكعب في عملية التمرير لم تكتمل بالشكل المطلوب وفي آخر مطاف ضربة مرمى لصالح فريق الرجارية. صورة جميلة اليوم في مدرجات الملعب الكبير لمدينة فاس كما هو الحال يلي البنية الرياضية والمعلمة الرياضية الجميلة ونحن نشاهد اليوم من خلال الجماهير بالهواتف بإدارة خاصة بمتابعة خاصة بمواكبة لمباراة اليوم في لقاء اليوم. كرة من هماش يحاول ينطلق يلعب هذه الكرة في الأخذ ورد مع جوسين ولكن يري لم يكتمل هذا التبادل بينهما. راسية الجهة اليمنى رياحي عماد عماد نزل كورتو يحاول يمر في آخر مطاف إلى خارج الخط الجنبي الملعب تماس لصالح فريق المغرب الفاسي. بناء العمليات الهجومية البحث عن الحلول استلام الكرة داخل منطقة الجزاء الأمور شاهدناها ونشاهد الآن انتظار الفعالية هل تأتي من أحد الطرفين. كرة إلى خارج الخط الجنبي الملعب تماس تماس لصالح فريق المغرب الفاسي عملية هجومية محاولة الاختراق والدخول داخل منطقة الجزاء إمكانية التمرير تعود من جديد لصالح فريق الرجاء الرياضي. الاستثمار في بناء العملية الهجومية من الجهة اليسرى عن طريق أيمن حسين كرة من خلال التمرير العرضي ولكن هنالك حضور من جانب اللاعب ناسيك تمريرة أمامية مرقصود سيلم كورتو يلعب الأمام حتى عن دفاع مسو الخط الأمامي مكعازي يسري بوزو هدوء عبرش اليمنى سلاسة تمريرة أمامية إذا بعد الشيء مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب ضربة مرمى تأتي في هذه اللحظات يسري الذي كان يسمو للاستفادة من الكرة على مستوى خط الأمامي تمرير ولكن مباشرة إلى خارج الخط الخلفي ضربة مرمى يستعد للتنفيذ أنس زنيتي براس أكردوم ناسيك غير تماما خط الوسط بوزوب تمريرة أمامية ما خرجتش من جانب الدفاع على عماد رياحي ينطلق في آخر مطاف إلى خارج الخط الجانبي للملعب تماس لصالح فريق المغرب الفاسي في التنفيذ هنالك عمر النمساوي عمر النمساوي كرة براس البحث عن محسن بوريغا غير فان شيء الراسي مرقصود دعت له تعود للمغرب الفاسي تمريره الجهه اليسرى للانطلاقه الهجوميه البحث عن الهجمه المرتده من جانب الجراري تمريره داخل منطقه الجزاء جوج اللاعبين في غياب متمم من العمليه عماد الرياحي يستلم عماد الرياحي يبحث عن المراوغه تمريره جانبيه ولكن في اخر مطاف يحصل على زاويه لصالح فريق المغرب الفاسي امام السميتة من بلعمري امام الدفاع الذي يظهر على النوبتين لحد الساعه متابعة من جوزيف سينباور الذي يرصد ما يحدث ويترقب كيف ستكون الأمور في قادم الدقائق. كرة للمغرب الفاسي الآن كرة في الزاوية
على يسار الحارس أنس زنيتي تنفذ داخل منطقة الجزاء تغطية براس بعتنا الكرة الثانية براس الجهة اليمنى تمس يقول الحكم لصالح فريق الرجاء الرياضي تلعب هذه الكرة في اتجاه نوفل الزرهوني لاعب سابق صفوف فريق الفتح الرباطي ينطلق من الجهة اليسرى ينطلق نوفل ينسل تمريرة جانبية داخل منطقة الجزاء كرة كان بإمكانها أن تكون هدف بنيران صديقة كادت أن تكون هدف بنيران صديقة الصورة تمعينا في الوقت اللي القراءة ديال الحارس صلاح الدين شياب كانت جيدة شفنا اللقطة كرة من جهة فريق المغرب الفاسي نرمش عينا أكردوم الحارس صلاح الدين شياب تغيير كلي للجهة اليمنى تعود هذه المرة تكون للرجاء من يسري بوزوق الاستلام إشراك مكعازي ضائعة تعود عمر النمساوي عمر النمساوي يبحث عن انطلاقة هجومية يختار كرة ليرمش أشرف لحافظ على كورتو تمرير أمامية في اتجاه جوسين يري يسلم جوسين ينطلق جوسين يري ينسل على مستوى الخط الأمامي قام تمريرة بالكعب كان يبحث عن لاعب محسن بوريكا ليفهم الحركة الماضية والتمريرة بالخلف بالكعب اللي كان بإمكانها أن تكون يعني على مستوى معترك فريق الرجاء الرياضي لكن فاتنا أيضا الدفاع اللي كان قراءته أيضا سليمة كرة تعود مرة أخرى للرجاء بدالي بناء العملية الهجومية من الجهة اليمنى راسي مكعازي مكعازي إعادة الكرة بولكسوت مكعازي يختار كرة في الخط الأمامي أكردوم حوار كان قوي بينه وبين أيمن حسين تعود الكرة هذه المرة لهيثم عينا غير تماما جهة اليسرى لنسيك نسيك رجع لأكردوم أكردوم يختار كرة مطولة للأمام الأقرب شايف على راسي تعود هذه المرة لبرقصوت حاول بشلب نوفل الزروني نوفل يرجع كورتو للخلف هادئين في بناء العمليات الهجومية عناصر فريق الرجاء الرياضي نفس الأمر بالنسبة لعناصر فريق المغرب الفاسي بانتظار معرفة من بإمكانه أن يستثمر العملية الهجومية بشكل مطلوب كرة للرجاء الانطلاقة بالراس مرة أخرى شلم شراري رجع للخلف صلاح الدين شياب عمر نمساوي يستلم يرفع عينه للأمام اختار تمريرة أمامية لكن كورتو شاف مباشرة إلى خارج الخط الجانبي الملعب إلى خارج الخط الجانبي الملعب صفر مقابل صفر النتيجة المستشرة لحد الساعة مشوار للمباراة كيف بإمكانه أن يكون في قادم الدقائق وشعب الراسي بولكسوت بولكسوت ينطلق نوفل نوفل الزروني عملية هجومية كرة أمامية للرجاء من مكعازي البحث عن وردي غير تماما لبالعماري يرجع كورتو للوردي الوردي والأخ ورد حتى عن زريدة نعم ترابطات صغيرة الرجوية الرجاء ينطلق بولكسوت بولكسوت حافظ كورتو لعب على الجهة اليسرى لاحظوا تبادل الكرات بهذا الشكل كم عدد اللمسات الرجوية التي أتت الكرة مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب إلى خارج الخط الخلفي للملعب ربع ساعة من اللعب ولا زال الجميع يبحث عن الحل الحل الأمثل لبلوغ المرمى الحل الأمثل لتحقيق الهدف هدف أول سيحرر هذه المباراة هدف أول سيجعل الأمور أفضل من جانب الطرفين خلف الماضية كرة للمغرب الفاسي
تحذير من جانب فريق المغرب الفاسي. كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الأمامي، راسية مرة أخرى لانطلاقة نسيك، تمريرة جانبية داخل منطقة الجزاء، محاولة وخروج جلسة سليتي، تصويبة هدف أول في المقابلة، هدف يحمل اسم إيتم عينة لكي يتمكن من الوصول على المرمى. 1-0 فريق المغرب الفاسي يفتتح التسجيل في مباراة اليوم بهدف جيد هيثم عينة اللي كان في وضعية مناسبة للتصويب وكيتمكن من إسعاد الجماهير هنا في المدرجات. 1-0 للمغرب الفاسي أمام هذه النظرات من جوزيف زينباور. ونشوف هنا الإعادة من إلى جانبية، التغطية بهذا الشكل، وهذه الكرة الثانية اللي كان تحدث عليها دائما، الكرة الثانية تم الاستفادة منها من جانب هيثم عينة اللي يعرف كيفاش أنه يتعامل مع الكرة بهذا الشكل بهذه الطريقة هذه، وكيسجل الهدف الأول في مباراة اليوم والهدف الرابع في هذه الدورة الثالثة. في الوقت اللي كنشوفوا هنا طريقة ديال التعامل مع هذه الكرة من جانب هيثم عينة اللي كان سعيد بتوقيع الهدف الأول في مباراة اليوم. 1-0 إذن هنا بمدينة فاس، طريقة يعني جيدة بتعامل أيضا كان جيد وكيتمكن من وضع الكرة في المرمى اللاعب هيثم عينة. 1-0 إذن غادي نتابعوا إتمام مجرية تفاصيل هذه المواجهة. هيثم عينة لاعب اللي سبق ولعب ايضا فريق يوسفية برشيد، يستمر المشوار، الرجاء يبحث عن التعديل والمغرب الفاسي يريد ان يحتفظ بهذا الهدف. كيف ستكون الامور اذا بعد تسجيل هذا الهدف؟ كرة مباشرة لخارج خط الجنوبي الملعب. 1-0 هدف ديال اللاعب هيثم عينة، رغية استراتيجية المدربين عن جوزيف زينباور، هل يجازف على مستوى الخط الأمامي وطارق السكتوي، هل سيبحث لقفل الممرات أم أنه سيواصل نفس المنوال والبحث عن الحلول الهجومية؟ كرة للرجاء، ضربة خطأ، كعنزية سعيد للتنفيذ. شوفوا تغطية فريق الرجاء الرياضي، مجموعة من اللاعبين أوبات الاستعداد من أجل الدخول للمشاركة في هذه المباراة. كرة أمامية، عمر النمساوي أقرب، يترك الكرة إلى خارج خط الخلفي الملعب. كرة إذن لصالح فريق المغرب الفاسي، حكم كيقول هنا اللي كانت تسلل طارق السكتوي. طارق السكتوي هدف يعني له الشيء الكثير في مباراة اليوم أمام فريق الرجاء. لاحظوا هنا الكل على أوبة الاستعداد من أجل الدخول للمباراة. دوكا تحتية فريق الرجاء، كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الوسط، عمر نمساوي، تمريرة أمامية ولكن مباشرة صوب الحارس أنس الزنيتي. تلعبات الكرة من الجهة اليمنى مباشرة، إلى خارج الخط الجانبي للملعب. تماس يقول بأنه هنالك سقوط أحد لاعبي فريق المغرب الفاسي على مستوى القاعة الميدان، إنه ما تكونش إصابة مؤثرة. استعانة مهدي مبارك، استعانة بأسماء عديدة بإمكانها أنها تكون على مستوى القاعة الميدان. فريق الرجاء الرياضي إذن الآن يكون عنده تغيير أول، مهدي مبارك بالإضافة لمدي مبارك، هنالك إمكانية
نشوف اللاعب ادم الفاتي ايضا هنالك المهدي موهوب، ثلاثه ديال اللاعبين دفعه واحده. اسمع لي بامكانها ان تدخل لرقعه الميدان. شوف هنا اذا غادي يتم الاعتماد على جوج ديال اللاعبين. شوف هنا التمريره الجانبيه للنسيك داخل منطقه الجزاء، تصدي لجانب الحارس هيثم عينا كيكمل الكره بشكل مباشر نحو المرمى، بالتالي كيعلن على تسجيل هدف. التغطيه كانت من المقدم اللي لمس الكره بالراس وهدف. لاحظوا هنا الكاتب الاداري جراف صوب فريق المغرب الفاسي بالاضافه للمدرب طارق السختيوي في عناق فرحة ديال تسجيل الهدف. اذا تغييرات في صوب فريق رجاء الرياضي. يسري بوسوق الوردي يغادران تفاصيل هذه المواجهه. دخول ديال المهدي مبارك. شوفوا ادم الفاتي وايضا لاعب المهدي موهوب. اذا هذه التغييرات في صوب فريق رجاء الرياضي. الان كره رجويه جهه اليمنى بولكسوت، بولكسوت كينزل الكره ديالو بودو خط وسط انطلاقه من جانب مكعزي، مكعزي يحاول يمرر خط وسط كيختار جهه اليسرى. لاحظوا الانطلاقات الهجوميه الان من جهه اليسرى فريق رجاء الرياضي. ادم الفاتي فاول لمسه كيرفع كره داخل منطقه الجزاء بحثها الراسيه، كره خطيره في الخط الامامي للرجاء الرياضي اللي تسمح بها الكره هي عمل الكره لانه تمريره عرضيه جانبيه والحارس بعد الكره ديال ادم الفاتي في الوقت اللي كانت هنالك المتابعه ديال اللاعب المهدي موهوب. اذا الكره في الزاويه تنفاد، محاوله داخل منطقه الجزاء البحث عن راسيه مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب، ضربه مرمى لصالح فريق المغرب الفاسي. هنا كيستمر المشوار بين الطرفين 1-0. نسير نحو 20 دقيقة على نية تفاصيل المواجهة. مهدي مبارك والنظرة لأجل إيجاد الحلول وإيجاد السبيل. بوزوق الوردي وزريدة الثلاثي الذي غادر، النفاتي وموهوب ومبارك الثلاثي الذي دخل ليكون حاضرا على مستوى رقعة الملعب. كرة رجوية من الجهة اليسرى، ادم الفاتي، ادم الفاتي حافظ على الكرة ديالو كيقوم بتمريرة، يختار في اتجاه نوفل الزرهوني، لاعبان سابقان في صفوف فريق الفتح الرباطي. كرة من مكعاصي. مبارك، كرة للرجاء، مهدي مبارك. انطلاقة هجومية، عملية ديال التمرير ما كملاتش. شوفوا هنا خطأ والمخالفة القريبة من منطقة الجزاء. كرة ثابتة، البحث عن التعامل مع الكرة الثابتة كحل من الحلول في مباراة اليوم وللوقوف على مدى قدرة الحارس صلاح الدين شهاب لإبعاد الخطر في مباراة لحد الساعة كل طرف لازال متشبث بإمكانية تحقيقه لنتيجة إيجابية. كرة ثابتة لصالح فريق الرجاء الرياضي في الخط الأمامي، المشوار مستمر. ضربة خطأ الكرة الثالثة. حكام أعطى الإشارة التنفيذ. آدم الفاتي كرفع الكرة داخل منطقة الجزاء الرسمية، هدف لصالح فريق الرجاء الرياضي وهو هدف التعديل. بالتالي هدف داخل كل مرمى، هدف لصالح فريق الرجاء الرياضي. بوشعيب العراسي كيتمكن من الوصول للمرمى في الوقت المناسب وكيوضع الكره بهذا الشكل وبهذه الطريقه. ولاحظوا هنا التموضع ديالو بشكل ممتاز، تمريره داخل منطقه الجزاء وراسيه تاتي لتكون بهدف التعادل. هدف داخل كل مرمى، الرجاء الرياضي يعود في المباراه
الرجاء الرياضي يعود في المباراة تمريرة بالمقاس من أدم الفتي. واحد الواحد النتيجة المسجلة الآن. واحد الواحد في هذا السيناريو الذي تغير بهدف ديال اللاعب عراسي. جانب من جماهير الرجاء الرياضي السعيدة بهذا الهدف. إذن يستمر المشوار، هدف داخل كل مرمى، هدف داخل كل مرمى يتبعينا. وإذن شعب عراسي، هذا هو الحال في مباراة اليوم. ذكر بأن فريق الرجاء الرياضي بهدف بوشعب عراسي يكون رجاء قد سجل 6 أهداف هذا الموسم، ولنقول 6 أهداف لحد الساعة في 3 مباريات، فيما فريق المغرب الفاسي بالهدف اللي سجلوه في المباراة ديال اليوم يكون المغرب الفاسي وصل 3 ديال الأهداف هذا الموسم. كرة أمامية المغرب الفاسي، جيراري تمريرة جهة اليسرى في اتجاه أشرف رماش، كرة ديالو مباشرة إلى خارج الخط الجانبي للملعب. كرة الدفاع عند أنس الزنيتي، أنس الزنيتي كيلعب كرة مع مبارك، مبارك آدم النفاتي، آدم النفاتي يستلم الكرة، لعب الكرة مع راسي. هدوء في المترابطات اللي كيلعب بها فريق الرجاء الرياضي. بوركسون كينطلق بالكرة ديالو أمامية، كرة من الجهة اليمنى، هذه محاولة داخل منطقة الجزاء ولكن هناك تقديم جانب الدفاع. مكعازي شعل الخلف، ضعت له هجمة مرتدة مضادة، كينطلق محسن بوريغا، كينطلق بوريغا داخل منطقة الجزاء، محاولة تمريرة وخروج أنس الزنيتي في الوقت المناسب. أنس الزنيتي كينقض الموقف في الوقت المناسب أمام الاندفاع العملية الهجومية اللي جات من جانب اللاعب محسن بوريغا اللي كان بإمكانه أنه يستثمر الكرة ديالو، لكن واجد حارسا يقظا وهو أنس الزنيتي. بوريغا 23 سنة. كرة تمريرة جانبية داخل منطقة الجزاء مباشرة للزاوية، الزاوية كيقول الحكم. شوفوا هنا الطريقة ديال الاندفاع ودخول داخل منطقة الجزاء ودخول ديال الحارس أنس الزنيتي اللي بعد الخطورة. كرة إذن في الزاوية على يمين الحارس صلاح الدين شهاب، استعداد للتعامل مع هذه الكرة. صلاح الدين شهاب 30 سنة، عم شان القطري، عم بولا في كريبغاتي حفانجا ويدا فاس يوسف برشير، نفذت هذه الكرة أمامية، رجعت من جديد للجيش. شوفوا هنا الانطلاقة من الجهة اليسرى، برنامج ديال هذه الدورة، برنامج في العديد من المباريات، لأنه بعد هذه المباراة هنالك مباراة فريق اتحاد طنجة الذي يصبغ الآخر في التعامل مع مباراته المقبلة. شوفنا الطرف السيتيوي، قلت اتحاد طنجة فريق مولودية وجدة، مقابلة اللي غادي تكون بعد هذه المباراة مباشرة. نشوفوا هنا محاولة ملعوبة الآن من جانب فريق الرجاء الرياضي، انطلاقة هجومية من الجهة اليسرى، البحث عن التمرير ودخول داخل منطقة الجزاء، دخول ديال أدم الفاتي من الجهة اليسرى أعطى انتعاشة هجومية لفريق الرجاء الرياضي. الترابطات الصغيرة الآن من جانب فريق المغرب الفاسي، البحث عن الحلول، كترتطم الكرة بدفاع، كترجع مرة أخرى لعناصر فريق الرجاء. نوفل زروني غير تماما من جانب بولكسوت، بولكسوت كينطلق بالكرة ديالو في اتجاه الراسي، الراسي بولكسوت، مترابطات صغيرة بين عناصر فريق الرجاء الرياضي. تمريرة أمامية، محاولة على مستوى الخط الأمامي، فرصة للمرور. أكردوم بوريغا، الحكم كيقول هنالك مخالفة، مدي مبارك ساقط على أرضية الملعب،
قلت كتستمر هذه الجوله الجوله الثالثه باللقاء فريق تاع طنجة المولودية الوجدية. ايضا هنالك تنافس بين اتحاد التونسي، حنا كنشوفوا هنا العمليه كتنشع مره اخرى فريق المغرب الفاسي الى خارج خط الجانبي. اتحاد الرياضي التونسي نهضه بركان، جيش ملكي نهضه زمبره، ولقاء الوداد الرياضي شباب السوالم الرياضي. مباريات ديال هذه الدوره التسميه اخرى بالانديه. الكره ملعوبه الان على مستوى خط الوسط، بدايه البحث عن سبيل بن جلس ادمار الكره من الجهه اليسرى ولكن ضايعه. بوركسوت الاقرب، بوركسوت كيرجع الكره ديالو الخلف، وشيبا الراسي لسجل هدف التعادل. المدافع الذي بحث عن الحل في الخط الامامي وتمكن من ذلك من خلال الراسيه. كره ملعوبه من جانب نادي مبارك، مبارك يحافظ على كورتو كيختار اماميه ايمن حسين كيمرر الجهه اليسرى. الاستعانه باللاعب بكعازي، بكعازي كينطلق بالكره ديالو من الجهه اليسرى في اتجاه ادم النفاتي. ادم النفاتي كيستلم، كيحاول ما كان انه يمر قام تمريرة. ادم النفاتي كيستلم مره اخرى، عمليه الاختراق كيرفع الكره ديالو ادم النفاتي، ولكن الاقرب هو عمر النمساوي. كره للمغرب الفاسي من الجهه اليمنى، انطلاقه في المرتد، البحث عن محسن بوريغا، محسن بوريغا، ولكن اقرب هو مهدي مبارك. مهدي مبارك يتمكن من الكره ديالو. عمليه هجوميه للرشا الرياضي عن طريق ادم الفاتي. ادم الفاتي هي نفسه التصويب، لاعب معروف عليه التصويب خاصه بمثل هكذا وضعيات. بوستينييري مشى كره مره اخرى من جانب فريق المغرب الفاسي، الانطلاقه من الجهه اليسرى، البحث عن جيراري، جيراري الناسيك، ناسيك بهذا الشكل هذا قام بتمريره في اخر المطاف الى التماس، تماس لصالح فريق المغرب الفاسي. محاولات هجوميه من جانب فريق المغرب الفاسي على مستوى الخط الامامي تكتسي طبعا خطوره. الوقت اللي كنشوفوا هنا تغيير قادم في صفوف فريق الرجاء الرياضي، و الانتظارات المقابله ديال اليوم اللي ممكن انها تعطي مجموعه من الزروني وغادر بين هو اللاعب اللي يدخل لرقعه الميدان. قلت على انه الانتظارات كثيره وكبيره. نشوف هنا عمليه هجوميه رجويه من ايمن حسين، تصويبه ولكن مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. خارج الخط الخلفي للملعب، واحده من المحاولات صابر بوغرين واللاعب الذي دخل من الملاحظات والذي يبحث والاخر في استثمار الكرات. التغييرات اللي قام بها المدرب جوزيف زين باور، شاف رد الفعل على الهدف اللي تم تسجيله من هيثم عينه، وكان موفق للعوده في المقابله تاني 1-1. وصلنا دقيقة 80، 10 دقائق ليزداد الستار على تفاصيل الشوط الثاني من مباراة اليوم. كرة ملعوبة أمامية، محاولة من جانب فريق المغرب الفاسي. تعود يد من الفاتي، تغطية من جانب إسماعيل مقدم، الاستعانة بعمر النمساوي في الاستلام، هيثم عينه على مستوى التمرير للجهة اليمنى. كرة للماس، المغرب الفاسي يبحث عن التمرير، يبحث عن التمرير داخل منطقة الجزاء. عمر النمساوي يفعل هذه التمرير على الجانبي ولكن فوق المرمى بسنتيمترات قليلة. تمريرة جانبية عرضية كانت أيضا متابعة من جانب لاعب فيري جوستين. نشوف هنا الى خارج خط الخلف، هيثم عينه مسجل الهدف الاول في مباراه اليوم، يغادر تفاصيل هذا اللقاء، يفسح المجال لدخول هيثم عينه وعماد الريح لاعبان لدى سيغادران تفاصيل هذه المواجهه فيما سندي، وايضا لكسير لاعبان لدى سيغادران لهذه المباراه. حديث هنا عن اللاعب سفيان لكسير، وايضا عن اللاعب سندي كريستيان. كرة أمامية، طارق السكتيو يشوف على أنه دعامة على مستوى الخط الهجومي مطلوبة، لذلك يدخل السعودي. نشوف هنا المحاولة لكن مباشرة ليسرى الدين شهاب يستلم، يستلم صالح الدين شهاب، هي نفس التصويبة مطولة أمامية بالراس. تعود مرة أخرى للرجاء الرياضي، أنس سنيتي، آدم الفاتي، كرة صوت الراسي الفاتي،
الضائعه سوندي على اقرب بورك سوتس. مترابطات صغيره في منطقه جزاء فريق الرجاء الرياضي. بورك سوت يلعب هذه الكره في الدفاع. مهدي مبارك عاسي الجهه اليسرى هذا من الفاتي او بالعماري. مهدي مبارك هذا من الفاتي. التبديله لم تكن بالشكل الدقيق. نجم مرتضى مضاد خروج انس سنيتي ابعاد للخطوره ومباشره الى خارج الخط الجانبي الملعب. التماس للمغرب الفاسي جوزيف سيمفور كيف يتفاعل. التعليمات لا تزال مستمره متواصله. الان سيناريو الفوز بالمباراه. سيناريو والهدف يمكن ان يكون هدفا دونيه لتفاصيل اللقاء. من يا ترى ستبتسم له السبع دقائق الاخيره المتبقيه على نهايه الوقت القانوني للجوله الثانيه. كره للمغرب الفاسي محاوله لسوندي. سوندي تمريره الجهه اليمنى اللي ينزل بهدوء مشير بالكسيري. تحضير في خط الوسط هرمش هاكرتوم عميد الفريق يمر كان مضيق. عملية المسك من أيمن حسين. كرة ملعوبة من جيراري انطلاقة الجهة اليمنى. استمر المشوار مشير الفريق المغرب الفاسي على مستوى الخط الأمامي. الراسية دخول داخل منطقة الجزاء لكن طلب بلمسة اليد قبل ذلك الحكم ينتبه للسقوط أحد اللاعبين على مستوى رقعة الميدان. شوفوا هنا شوفوا هنا اللقطة شوفوا هنا الراسية شوفوا هنا الكرة. أتمنى ما تكونش إصابة مؤثرة وأن يستمر المشوار فيما تبقى من دقائق هذه المباراة. الرجاء واحد المغرب الفاسي هدف واحد أيضا. تابعونا للعملية اللقطة اللي كان فيها سقوط اللقطة اللي كان فيها سقوط من جانب لاعب فريق الرجاء الرياضي الصابر. حديث هنا المهدي موهوب تعليمات من خمس دقائق الأخيرة من مباراة اليوم مشاهدي الكرام. واحد الواحد بين الرجاء والمغرب الفاسي. كرة من الجهة اليسرى الإنزال البحث عن طريقة لاستلام الكرة على مستوى الخط الهجومي. كل طرف حذر كل طرف يقيد كل طرف ينظر لما تبقى من دقائق هذه المباراة باهتمام شديد. كرة أمامية ومحاولة تمريرة جانبية داخل منطقة الجزاء أقرب الحارس أنس زنيتي يستلم هذه الكرة ويتفاعل معها بشكل جيد. كرة للمغرب الفاسي محسن بوريغا قدم مجهود كبير اليوم في مباراة أمام الرجاء. حاول ما يمكن أن يكون رأس حربة في الخط الأمامي ويسند بين الفينو الأخرى بخبرته لاعب جوستين ييري. كرة أمامية من جانب النادي مبارك يلعب الأدم نفاتي يغير في اتجاه بولك سوت. بولك سوت هذا من نفاتي هذا من نفاتي يستلم يستلم قام تمرير ويحصل على زاوية زاوية لصالح فريق الرجاء الرياضي على يسار الحارس صلاح الدين شهاب. هذا من نفاتي والانتظارات المستمرة المتواصلة. كيف سيكون الريان فيما تبقى من دقائق هذه المواجهة التي تسير نحو الثلاث دقائق الأخيرة على نهاية الوقت القانوني. كرة في الزاوية كرة في الزاوية
للرجاء الرياضي. هذا بن فاتي السعيد للتنفيذ. تلعب هذه الكره داخل منطقه الجزاء راسيه ومباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. زاويه مره اخرى غزواني منقذ للموقف الماضي. هل هي مباراه التعادل ام ان هدف بيمكنه ان ياتي في اخر انفاس هذه المواجهه ويقدم ثلاث نقاط لفريق على حساب الاخر. كره للرجاء الرياضي تلعب بيد الشاكله راسيه مبارك حتى على التصويب صوب المرمى. تعود مرة أخرى لأدم آدم النفاتي الانسلال المرور. آدم النفاتي محاولة المرور ضائعة تعود لعناصر فريق المغرب الفاسي. الانطلاقة الهجومية الأمامية والإنزال على مستوى خط الوسط من جانب حسين بوريغا. بوريغا يحاول يمر المهدي مبارك في المكان المناسب يستلم. تعود مرة أخرى من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي عن طريق المهدي مبارك. يغير تماما الجهة اليمنى لبولكسوت. بولكسوت يرجع الكرة لبوشعيب الراسي. الراسي اليوم ابتسمت له المباراة نعم من خلال تسجيل هدف التعادل. الجهة اليسرى عملية هجومية.